طيب اختيارك للأغاني اللي انت بتعملها كفرز، كنت بتختاري اللي انت بتحبيه ولا اللي الناس بتحبه؟ لا طبعا لازم يكون عنصر ان انا بحبه ده مهم قوي عشان اعرف اغنيه بشكل كويس وابقى حاسه بيه يعني. فاكيد المهم دايما الاول هو ان يعني انا اكون حابه الشيء ده، فبالتالي هقوله بشكل يعني طبيعي يعني لانه طالع مني، فممكن يوصل للناس بشكل اقرب يعني. وفي حاجات حقيقي مش بتكون ممكن ما تكونش معروفه بنفس الليفلز او كده، او ما يكونش حد فكر ان هو يغنيها قبل كده، فيعني بكون دايما يعني حريصه على ان الحاجه تكون انا حباها ان جنرال يعني. وطبعا بتمنى كمان ان الناس تكون حباها طبعا حابينها جدا.